أجرى رئيس جامعة السادات الدكتور أحمد محمد بيومي جولة تفقد خلالها لجان الامتحانات. رافقه خلالها الدكتور حمدي عمارة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والبيئة. كما اطمأن على سير الامتحانات بالكليات المختلفة وتوافر وسائل التهوية والإضاءة وجاهزية الأطقم الطبية اللازمة. كان رئيس الجامعة قد أصدر تعليمات على مستوى الجامعة بضرورة الالتزام بالقرارات واللوائح المعنلة لتنظيم الامتحانات وتصحيح أوراق الإجابة.